يأتي هذا الاحتفاء في وقت تقوم فيه الحركة النسائية المغربية بخوض معركة مناصفة من أجل تمكين حقيقي للمرأة المغربية. لعبت المرأة المغربية دورا مهما وأساسيا في التصدي لتفشي وباء كوفيد 19. رئيس جماعة محمدية أن أتقدم لجميع منظفات الجماعة وكل النساء المغربيات بأحر التهاني والتبريكات. سعيد النساء رائدات الحالقات الله يعطيكم الصحة وأنا اللي غنتصفق عليكم. فما تستاهلوش غير يوم ديال 8 مارس. أيام كلها ما القلب كنقولها لأن لكم الأم والأخت والزوجة والإنسانة الطيبة تستاهلوا الأيام كلها. وبغي أنتم بزاف في الأيام الأخيرة ديال كورونا وراكم أنتم كون طاجين إحنا الرجال. المجلس الجماعي اليوم يحتفي باليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة يتم تكريمات لبعض النساء الذي قدموا إنجازات في مسارهم وفي حياتهم. في ظل هذا الجو العام الذي يسوده الركود والجمود نظرا لجائحة كورونا، التمسنا أن المرأة المغربية لعبت دورا مهما لتصدي وتفشي لوباء كوفيد 19، حيث تواجدت في الصفوف الأمامية مثلا الطبيبة ذات الوزرة البيضاء وتلك النساء ديال السلطات المحلية والنساء الأمن الوطني ونساء التعليم في دورهن التحسيسي أو التعليمي. المجلس الجماعي اليوم يحتفل باليوم العالمي للمرأة بطريقة استثنائية نظرا لهذا الوباء، واتخذ وارتأى أن يتم في ظروف واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية المعمول بها في بلادنا. وكلمة اللي غنقولها في حق النساء المغربيات، أتمنى لكم الخير والسعادة والصحة والسلامة. أستاذة عواطف حياة رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنا اليوم سعيدة جدا وفخورة بهذا التكريم ديال رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المحمدية من طرف مجلس الجماعي المحمدية. كنشكر السيدة الرئيسة السيدة زبيدة توفيق، كنشكر السيدة خديجة بوسلهام، وكنشكر جميع يعني المجلس اللي فكروا في هذه المبادرة الطيبة، لأن جامعة الحسن الثاني عندها تواجد مهم في المحمدية. هي عندنا كلية الحقوق، كلية الآداب، كلية مدرسة المهندسين وكلية العلوم والتقنيات، ونحن طبعا رهن إشارة المدينة لنشتغل جميعا من أجل النهوض بالتنمية المحلية والتنمية الاقتصادية لمدينة المحمدية بالطاقات والكفاءات ديال جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المحمدية، وأيضا بكفاءات المجلس الجماعي لمدينة المحمدية. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكركم على هذا التواصل ديالكم. واليوم اليوم العالمي للمرأة، وكنحتفلوا واحد الحفل بسيط لأنه في هاد جائحة كورونا كرمنا واحد 8 ديال النساء من ديفيرونت مجالات، وكان الحفل بسيط، وكنهنيو المرأة بصفة عامة والمرأة الفضلية بصفة خاصة، وهنيئا لها وكل سنة وهي بألف خير.